السلام عليكم، معكم سعيد باي. انا ولدي عين طوجطات. وقبل ما تكون عندنا سينما مبروكه اللي سينما صغيره في واحد المدينه صغيره، كنا كاملين الاغلبيه ديال ولاد عين طوجطات تنشدوا التران وتركبوا في داك الكاتريام القديم وتنطلعوا يا اما المكناس يا اما الفاس باش نتفرجوا. كنا تنطلعوا المكناس بزاف لقاش حنا تابعين في التقسيم الاداري للمكناس. كنا تنطلعوا لتما للسينمات باش نتفرجوا. ودابا تنسمع بلي سينما اطلس غادي يتباع ولا غتهدم ولا ما عرفت شنو غيدير فيها. حشومه 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 نضيعوا واحد التراث ديال مدينه كبيره كمدينه مكناس يمشيو كداك. تراث اللي عنده علاقه بواحد الذاكره جماعيه ديال الناس كاملين يمشيو كداك يتباع. هذا مسؤوليه ديالنا كاملين ومسؤوليه ديال الناس اللي عندهم غيرة على هاد المدينة باش نحافظوا على ديك السينما باش ما تمشيش.